بسم الله. دلوقتي هنشوف لو احنا عايزين نعمل سيرش جوه برنامج نفس وركس، فبلاقي فايند ايتم وبلاقي كويك فايند. فايند ايتم بيجيب لي القايمه ديت، وبلاقي سيرش ان ادور في الستاندرد ولا في الكومباكت ولا في البروبرتيز ولا في السيتس. الستاندرد اهيت بيجيب لي المشروع، بيجيب لي الكاتيجوري اللي تحتيه. الكومباكت بيبدا يجيب لي المشروع كله، البروبرتيز الخصائص، السيتس دي اللي انا عامل السيتس من هنا، وهتلاقي نفس القايمه دي موجوده في السيلكشن تري. طيب خليني اقول له انا عايز دلوقتي ادور في الستاندرد. هاجي هنا في الكاتيجوري، هقول له مثلا انا عايز ايتم. تقدر تختار اي حاجه من هنا، مفيش اي مشكله خالص. ممكن تختار ايليمنت، ممكن ايليمنت اي دي وهكذا. طيب الخاصيه ممكن تقول مثلا عايز نيم، عايز تايب. الشرط هل هي بتساوي ولا لا يساوي، يعني يجيب لك كل حاجه ما عدا اللي هتحقق في الشرط دوت، ولا بتحتوي على الكلمه ديت وهكذا. اقول له مثلا ايكوال، واقول له مثلا خليها مثلا دور او كيرتن وول او كولوم. تقدر تحط اكتر من شرط، وهنا تقول له انا عايز تعمل ماتش، يعني زي ما انا طالب بالظبط. واقول له فايند اول، يبدا يجيب لي الاعمده اللي موجوده. ممكن اقول له هايد ان سيلكت، يجيب لي بس الاعمده اللي موجوده في المشروع. طبعا اقدر اعمل امبورت واكسبورت للسيلكشن ديت، يعني ممكن اقول له اكسبورت، وفي مكان اخر اقول له انا عايز اخد الفايند ايتم ديت. طيب دلوقتي ممكن اقول له انا عايز اعمل سيرش سريع، تمام، على مثلا الدور. هيبدا يشوف الحاجه اللي فيها الخاصيه ديت، هو دي اللي هيعمل لها سيلكت. الكولوم مثلا، تمام، اقول له دور، فيبدا يجيب لي الكولوم. هنا ما لقاهاش. طب كولومز، فيبدأ يجيب لي الكولوم. فدي بتسهل عليا. ممكن مثلا تكون انت عايز كل الابواب اللي موجوده في المشروع. ممكن كل مشروع بتقسم لحاجات كتير جدا، فسهل جدا ان انت تعمل سيرش او سريع بالكويك فايند.